فضاءات السعادة الحق في جودة السكن. مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم برنامجكم نسولوا الناس. غدا إن شاء الله كتحتفل الأمة المغربية والأمة الإسلامية جمعاء بعيد الأضحى المبارك، وهي شعيرة من شعائر الدينية وسنة نبوية مؤكدة. هبطنا للشارع المغربي اليوم وسولنا المواطنين واش كيعرفوا الشروط والمواصفات اللي خصها تصف بها أضحية العيد، وكذلك واش كيعرفوا المواطنين المغاربة الطريقة الشرعية السليمة للذبيحة الإسلامية. وكانت هذه مجموعة من الآراء لنتابع. والحاول يكون فيت عام ويكون كما وصى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون أقرن ويكون أملح وما تكون ما يكونش أعرج، والأعرج اللي كان ما بينش جائز في الذبيحة، وما يكونش أعور ولا هذا، الودنين ما ناقصينش، ما يكونش الديل دياله ناقص، ويكون أملح. خصو يكون بحسب السنة النبوية وكذا. العيد كيتذبح بواحد الطريقة على القبلة، وخصك توضي بعدا كذا، ياك كنديروا حنا واحد سبعة شعيرات وكذا، وكنوديو الحوله ديال الوليد الله يرحمه مسكين. كيشد شويه الماء وكيوضي الحوله وكنقبلو وكنشدو وكنذبحو. من بين الشروط انها خص ما تكونش عرجاء وما تكونش عوراء. الشروط ديال الحوله خاص اول حاجه بنادم يصلي، خاص يكون مصلي ويكون على نيه، يكون عنده تكون عنده واحد النيه باش يذبح داك الخروف ديالو، وماشي اي واحد يذبح، يعني خاص يكون تيصلي ويكون على هاك، يكون على فهمتي الذبيحه تكون في واحد البلاصه نقيه نظيفه وتكون على القبله، ما تكونش مريضه، ما تكونش مهرسه القرون، ما تكونش عرجه، ما تكونش عندها شي عيب في عينيها، المهم الجسد ديالها كامل تكون صحيحه، ما تكونش مهرسه، ما تكونش عوره، ما تكونش مخصوصه فيها شي حاجه، تكون صحيحه ومزيان، ما تكونش عورة، ما تكونش عرجة، ما تكونش ناقصة، من تابع من رجل من كل شيء. هذه الضحية اللي تيقولوا اللي قال الإسلام. الطريقة الشرعية هو كتسمي وكتوجه للقبلة، وتكون هذاك الموس الشفرة تكون حادة باش ما يتعذبش. الضربة الأولى والثانية كتكمل بها ترجع إلى كان ما ماتش. تيقراو على سميتو، يقولوا بسم الله الله أكبر. الله أكبر شتى هادشي كيديرو الواليد. تيكون ماضي ومزيان، وملي سيغسالي وكيغسلو الموس من الدم. ما يكونش عرج، ما يكونش ناقص من الديل، القرن ديالو ما يكونش مهرس، ما تكونش فيه شي علامة، شي شهادة، إوا ويكون سردي شوية مزيان، على حساب تكون عينك على رجليه نقطة كحلات وكذا. هذاك السردي، ولكن في المستوى راه كلشي دايز النحيرة، غير يكون ناقص شوية من الديل او من القرن او من هذاك، ما دايز النحيره والو. الاضحيه تكون مقبله، تكون في اتجاه ديال القبله، وحتى الشفره ديال العيد وداك الشيء باش غادي نذبحوا الموز بها، باش كيذبحوا في العيد خصو يكون ماضي تاهو، باش الذبيحه ما تسخسخش. الا ما يعرفش يذبح ما خصوش يذبح، تيكون انسان اللي تيكون يعرف يذبح، هذا هو. هذه هي الموز تيدوز مره واحده، الموز يكون وافي ماضي ووافي، موصل اللي تيكون ديال القزار
عليه التدبير ديال الإسلام. يعني أول حاجة خاص الموسى يكون ماضي، والذبيحة تكون على القبلة، والجزائر يكون حليفي. عيد مبارك سعيد لجميع المغاربة وجميع الأمة الإسلامية، والله يكمل بالخير. مبارك وعويسركم، والله يكمل عليهم بالخير، واللي عنده شي عقد الله يعفو عليه، واللي عنده شي مريض الله يشافيه لي مني وجبد، الله يشافينا ويشافي جميع المسلمين. إذا كما شفتوا أعزائي المشاهدين، فالشعب المغربي دائما وكما عودنا مطلع على كل كبيرة وصغيرة بخصوص ديننا الإسلامي الحنيف، من خلال معرفته لشروط ومواصفات أضحية العيد والطريقة الشرعية للذبيحة. حلقة اليوم سالت من برنامجكم سولوا الناس، انتظرونا غدا إن شاء الله في حلقة جديدة وموضوع جديد. من هنا تما كنقول لكم إلى اللقاء.